بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده لطلاب الثانوية العامة، الجماعة المعذبون في الأرض اللي هم في ماراثون. الفيديو ده فيديو تحفيزي هيغير مجرى حياتك في الشهر اللي فاضل معاك على ماراثون امتحانات الثانوية العامة. خش هتجيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي. أقول لكم على شوية نصائح عشان خلاص النهاردة 7/6، امتحاناتنا يوم 10/7 أو 11/7، يعني بنتكلم في حسبة 25 يوم 26 يوم. أنا مش جاي أقول لك اقرأ كتاب كذا وهات كتاب كذا لازم تقرأه وأسرار النجاح السبعة، مفيش وقت للكلام ده. شوية نصائح حاول تمشي بيها عشان نلم نفسنا. أولا الثانوية العامة دي ماراثون، يعني أكون أو لا أكون. أول نصيحة لي، نصيحة لي إن أنت حول المذاكرة إلى عادة. يعني إيه؟ خلي المذاكرة بتاعتك كأنها عادة. قسم وقتك وكون منظم، بمعنى اعمل جدول يا سيدي لنفسك وهات المواد بتاعتك، تمام؟ وقسم مثلا النهاردة أنا هذاكر ساعة إنجلش، هذاكر مثلا ساعة فيزياء، ساعة لغة عربية، هذاكر من الساعة كذا لكذا مثلا رياضيات، وهكذا. قسم نفسك، ما تمشيش بطريقة عشوائية. أو تاني حاجة من النصائح لازم يكون عندك إصرار. يعني في مثلا يقول لك إيه؟ to be or not to be. أما أنا كأحمد حمدي البغدادي بقول لك لا، to be or you must to be. يعني أكون أو يجب أن أكون. أنت خلاص دلوقتي داخل على مرحلة يعني بتحدد مصيرك المستقبلي. فكون عندك ثقة في نفسك، trust yourself please، تمام؟ قسم وقتك جيدا. أنا هقول لك على تجربة شخصية. أنا يوم ما خدت الثانوية العامة خدتها سنة أو عام 2003. طبعا نظام قديم طبعا وأعد عليه مراحل كتير، مش هتكلم عليها المراحل اللي اتغيرت فيها الثانوية العامة لأني عندي تحفظ على بعض التغيرات، ده مش موضوعنا. كان نظامي أنا إن ثانية ثانوي وتالتة ثانوي بيتضافوا على بعض، تمام؟ أنا مش بمجد في نفسي، بس أنا بقول لك تجربة شخصية فعشان تستفيد منها. كان مجموع سنة تانية بيتضاف على التالتة. سنة تانية أنا كنت عيني المفروض كنت شاطر جدا في الرياضيات بقى، وهنا في البيت كانوا رسمين لي إن أنا هبقى مهندس والكلام ده، تمام؟ للأسف اتلميت على أصدقاء السوق وغيرت. كان التغيير متاح لنا لحد آخر شهر قبل الامتحانات الثانوية، وغيرت من كيمياء وخدت تاريخ. تخيل بقى وداخل التاريخ اللي هو أنا ما خدتش فيه أي حاجة، تخيل يعني جبت 21.5 من 50 تقريبا المنجح. كانت نسبة النجاح من 20، اللي يجيب 20 ل 50 يبقى نجح. المهم ظهرت النتيجة، تخيل جايب كام أنا في ثانية ثانوي. تخيل دكتور أحمد حمدي اللي قاعد قدامكم، تخيل جايب كام. كنت جايب 70.8. كان والدي عليه رحمة الله يعني لم يبدي لي إن هو زعلان أو كده، وقال لي أحمد يعني كان عشان إن أنت يعني تجيب أحسن من كده، واتصدم طبعا إن أنا حولت أدبي. والوالدة يعني زعلت جدا، وأنا الزعل ده بصراحة أثر فيا جدا. قلت أنا معايا فرصة، أنا معايا ثالثة ثانوي والله لشد حيلي والكلام ده، ولازم أنا زعل بابا وماما ده لا ما ينفعش. وفعلا ما خدتش دروس خالص تقريبا غير اخر شهر مراجعات فقط، وتجنبت اصدقاء السوق، وقلت تجنبت اي حاجه بتضيع وقتي، وتعلمت ان اقول لا وما ردش على التليفون على اي حد والكلام ده، تمام؟ قعدت اذاكر. تخيل بقى في ثالثه ثانوي جبت 98% على ال 70.8 بتوع ثانيه ثانوي. تخيل بقى كام؟ بيبقوا 84% على بعض. بس لقيت الفرحه في وش بابا وماما واخواتي واهلي وحبيبتي، فحسيت بالفرحه، فعهدت الله الا اترك طعم النجاح هذا مره اخرى. فدخلت بقى الكليه. تخيل بقى في اختيار الكليه، كان نفسي ادخل اداب لغه فرنسيه لان انا كنت حابب الفرنساوي جدا اكتر من الانجليش، يعني كنت جايب 50 من 50 في ثانيه ثانوي في الفرنساوي. المهم جيت تنسيق وجات لي كليه اداب هنا اول مرحله الحمد لله عشان مجموعي كبير، تمام؟ دخلت اداب. جه في وقت الاختيار للغات، المهم ما جاليش فرنساوي ولا جه انجليش ولا جه عربي، جالي اداب علم نفس. المهم استغربت ربنا ما فتحتش لاداب علم نفس، مع احترامي طبعا لعلم النفس. فكان قدامي ان انا احول اداب سوهاج فرنساوي اخد فيها سنه واحول مثلا ثاني سنه هنا، يا اما اشوف اي كليه ثانيه في هنا. وكان لي غرض ان انا اقعد في هنا علشان
عرفت ان في شيخ اسمه محمد ابراهيم عويضه رحمه الله عليه، ده راجل كان يعني محافظ قران بسم الله ما شاء الله جميل. فانا حبيت ان انا لا انا عايز تبقى كليتي في هنا عشان احفظ القران الكريم مع الشيخ ده. عرفني بيه الباشمهندس محمود بلبص في مصنع سكر الدشن. المهم فعلا حولت تربيه اساسي وجاء اختيار اللغه. فتربيه اساسي بالنسبه لان انا كنت ادبي كانوا ثلاث مجالات بس، لغه عربيه ودراسات وانجليش. فاهلي هنا اقنعوني قالوا لا يعني انا كنت عايز عربي طبعا ما فيش فرنساوي، فحابب العربي عشان بحب اكتب شعر وعلشان بحب احفظ قران والكلام ده. فاهلي قالوا لي لا انت ادخل انجليزي ده المستقبل، والعربي يا سيدي انت بتقرا وبتطلع. وفعلا سمعت كلامهم كتبت هو الرغبه انجليزي تمام. طبعا في ثانيه ثانوي كنت جايب كام؟ 15 من 25 في اللغه الانجليزيه، ما كنتش بذاكر. في ثالثة ثانوي لما ذاكرت بقى جبت 25 من 25، المهم مجموع السنتين كان 40 من 50. فالمهم بقى قدمت فطلع، ده هو ربنا بيكتب كل حاجة يا أولاد سبحان الله. تقبل الكلية قسم اللغة الإنجليزية في الوقت ده اللي جايب 40 من 50 يدخل قسم اللغة الإنجليزية. فقريت الكشوفات بتاعت المقبولين في مجال اللغة الإنجليزية أو في قسم اللغة الإنجليزية، تخيل بقى كاتبين أول واحد مين؟ اللي جايب 50 من 50، بعدين 49.5، 49، 48.5، 48، 47.5، 47. المهم العبد لله كان آخر واحد في الدفعة مكتوب، لأن أنا يا دوب جايب 40. الدفعة كان في وقتها 648 طالب وطالبة. يشاء المولى إن أنا أربع سنين عشان عندي هدف وعايز أحققه، في الأربع سنين أطلع الأول على دفعتي جيد جدا مع مرتبة الشرف، وطلابي يشهدوا زمايلي يشهدوا بالكلام ده. ايه ده انت بتحكي عن نفسك يعني يا دكتور؟ لا ما اقصدش، انا بحكي لك تجربه حقيقيه بدل ما اقول لك اشتري كتاب كذا ومش عارف ايه، لا انا بشرح لك. فقلت يا سبحان الله يعني انا لو كنت ذاكرت من الاول ما كنتش وصلت لكده. طب يمكن انا لو رحت اداب فرنساوي مثلا ما كنتش اتفوقت، لا ده ربنا كاتب لي ان انا ايه يبقى ليا حاجه تمام، واتمنى حاجه ايه معينه وربنا لا يبتدي حاجه تانية. فانا مش عايزك تقلق، لا انا هدخل ايه هي مرحله تحديد مصير، بس انا عليا ايه انا كطالب دلوقتي امتحاناتي بعد 25 يوم اعمل ايه. بص يا سيدي سيبك من الناس اللي هي بتبس تشاؤم، ويا عم اللي اتخرج هيعمل ايه وانت هتعمل ايه، ما اللي خدوا كليات اهو قاعدين في الشوارع او قاعدين على القهوه. لا 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 دع هذا الكلام جانبا يا بابا، كل مرحله وبتختلف. يمكن انت ان شاء الله متتخرج تمام الدنيا تبقى حلوه تمام، انا ما يعني انا اعمل اللي عليا تمام واخد بالاسباب عشان ما تندمش. يبقى اول حاجه اخلي المذاكره كانها ايه عاده، وخليك دايما متفائل. انا دايما اقول ايه المتفائل كالمتشائم، كلاهما يسيء التقدير ولكن المتفائل اسعد. فزي ما قلت لك خلي عندك اصرار والتحدي كده كانك في تشالنج اللي هو تو بي or you must to be، مش to be or not to be، لا to be or you must to be، اكون او يجب ان اكون. انا في مرحله تحديد مصير. فزي ما قلت لك قسم وقتك يا سيدي، لو قعدت تمشي عشوائي كده مش هتنجز اي حاجه. انا معايا 25 يوم تمام، ادي اجيب المواد اللي معايا 10 مواد 8 مواد زي ما بيكونوا، اقسم الاسبوع ان انا كل يوم تمام، والافضل ما تقعدش تذاكر لي الماده اليوم كله هتزهق منها. لا 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 انت مثلا عندك 8 مواد النهارده هذاكر 4 بكره 4 4 اللي بعدهم 4 وبوقت معين. امسك ورقه وقلم واكتب. طب يا مستر انا ضعيف في الحفظ، يا دكتور انا ضعيف في الحفظ، يا مستر انا ضعيف في الحفظ، كلنا ضعاف في الحفظ. ايه افضل طريقه ان انا احفظ بيها اي معلومه حتى لو كانت معلومه حاسسها خنيقه شويه؟ افضل يا والله طريقه لان انت تحفظ بيها الورقه والقلم، ان انا اجيب مثلا كشكول سلك كبير وابدا ايه اقرا المعلومه، اقراها اهو بعينيا، ودني سمعتها، ايدي كتبتها، ثبتت فعلي. يبقى ذاكر بالكتابه، ذاكر بالورقه والقلم. دايما عنصر او خلي اي معلومه خليها على هيئه عناصر، لو معلومه صعبه وكبيره في الحفظ خليها على هيئه عناصر. مثلا ان انا مثلا معلومه كده جايبها لي كمقالي، انا اعنصرها اخليها ايه مجموعه عناصر 1 2 3 4 تمام. اكتب لازم تكتب المعلومه مره وكده وتقراها وعينك معاها، فانت كده ايه بترسل رساله للمخ بقى ان انت خلاص سبته. يبقى ايه احول نظام المذاكره بتاعتي العاده، اكون واثق في نفسي، عندي امور عايز احققه،
اذاكر بالورقه والقلم، تمام، واعمل اللي عليا والم على قد ما اقدر. احنا في ماراثون، خلاص اتعب ال 25 يوم دول، حاول اللي هو يعني خلاص انا خلاص المستقبل بتاعي في ال 25 يوم دول، ابعد عن اي شيء، الجيمز، النت، لا خلاص انا ركز بعد كده لازم عشان ابقى هرتاح بعدين، تمام. فال 25 يوم دول ظبط نفسك، حول المذاكره لعاده، كان حاجه عاده بتعمل بيها، ذاكر بالورقه والقلم، تمام. وفي نصائح كتيره، بالتوفيق وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، وتحققوا امالكم وامال اهاليكم ان شاء الله فيكم يا رب باذن الله، وموفقين باذن رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.